إذا كنت من العشاق ديال الأحذية الكلاسيكية ديال الرجال، كاينة واحد الهمزة واعرة غير بغيتي تضيعها. أنا نوريك الهمزة. طبعا أي واحد اللي كيشوف العروض كتجيه واحد الحاجة اللي هي مغرية، وكتجيه علامة استفهام في الراس ديال واش ديك المنتج مزيان ما مزيانش. هذا سؤال من حق أي مستهلك أنه يطرحه، لكن ممكن أنك تجول مثلا في مرجان تشوف عروض وتقدم على الشراء ديالها، أو في إل سي واكيكي ولا في ديكاتلون ولا في أي حاجة. لكن هذا الحذاء هذا هو حذاء كلاسيكي، ولكن العرض ديالو ما كاين لا كود ديال الخصم ولا كود ديال الكوبون ولا حتى حاجه. مباشره كتمشي كتشري ديك الحذاء كتلقى المعيار ديالو جلدي بامتياز. يعني هذا العرض هذا يعني فقط عندك الصباط ماشي كل شيء، يعني والمنتج يعني بين يدي هو اللي غادي تعرفوا عليه يعني في هذا الفيديو واش يستحق او ما يستحقش. هذه الماركه كما كتشوفوها هي ماركه مغربيه، ماركه ديال بيبا. هذا الحذاء هذا هو واحد الحذاء كلاسيكي، يجي مع التنسيقات ديال الملابس ديال الرجال بواحد الشكل ممتاز. الحذاء بيان ايكيليبري يعني متوازن. الحذاء ديال الجلد كما كتشوف الداخل ديالو جلد. الاغرب في الامر هو اللي كيدور يعني في السوق، قليل شي واحد يعطيك من الداخل ديالو جلد اللي هو المضمون واللي هو الاساس، وانه يعطيك جلد من الداخل ديالو. لكن هذا الحذاء الجلد ديالو من الداخل بطاله جلد 100%، زائد الفراش ديالو كتصطدم على شي حاجه اللي هي كومفورتابل، يعني كدلك لك يعني رجلك. الجلد ديالو الخارجي جلد بقري متخيطي رائع. الفورما ديالو فورما ديال الكوبرا، الحنج ديال الكوبرا، اي مغربي تعرف هذه النقطه هذه. الفورما ديالو فورما يا سلام، التصميم يا سلام، الناحيه ديال الانفتاح ديالو من لهنا. يعني هذا الحذاء كلاسيكي كيتماشى مع بزاف ديال الاقدام، ماشي كسائر الاحذيه الكلاسيكيه اللي كتشوفوها مثلا كتشريها كتجيك مثلا مزيره. هذا كيجي في التنسيق ديال الملابس ديال الرجال، كيجي واحد التنسيق ممتاز مع الشركه ديال بيبا. غادي نخليكم الليان في الديسكريبشن، ان اي واحد بغاه غادي يدخل ديك الليان وغادي يدير لاشا، يعني يستمتع بالحذاء كما كتشوفوا يعني قدامي غادي تلقاه. وفقط يعني هذا الحذاء هذا بالتحديد ماشي من اي حذاء، يعني هذه الشركه دارت هذا العرض، كاين مواقع اخرى حتى هي كدير نفس العرض، لكن ماشي بهذا الثمن هذا، ماشي بهذا الجوده هذه. بكل صراحه هذه الجوده 390 درهم، وبهذه المواصفات ديال الجوده هكا احسن يكون المغاربه تعطي منتج تعرف به الناس وتكسب الثقه ديال الزبون. بكل صراحه يعني اللي انا غادي نخلي لكم هذا حذاء رجالي كلاسيكي كيجمع الملابس الرجاليه، يا سلام. بلا ما تمشي تقلب على شي حاجه اخرى ما غاديش تلقى هذه المواصفات. الا كنتي كتعرف شي صديق اللي هو مهتم يعني بالاحذيه الكلاسيكيه، غادي نقول لك هذا هو الانسب، هذا هو الاروع. علاش؟ شي حاجه كومفورتابل، شي حاجه ستيلس، شي حاجه رائعه كل المقاييس. المهم دائما غادي نبقى نجيب لكم الهمزه وغادي نحطها عندي في القناه، وغادي نخلي واحد الفئه اللي غادي تكون عندي في القوائم ديال الاشتراك، عفوا مش القوائم ديال الاشتراك، يعني القوائم ديال اللي عندي غادي تكون يعني خاصه منتجات اللي هي الاثمنه ديالها معقوله وجوده مزيانه، ان المتتبعين اللي معايا في القناه ديال سيربوت كوير انهم حتى هما يستفدوا من الاشياء اللي فيها الجوده. كما كنعرفكم ديما دائما غادي تبقى اشياء جديده معكم. رضوان سربوت يدعو كل جديد الى قناته بان يشترك في قناه سربوت كوير فضلا وليس امرا طبعا، اذا كان يهمه محتوى الاحذيه والملبوسات الجلديه وكيفيه الحفاظ عليها باستمرار. انا هنا من اجل تقديم المساعده في هذا المجال، ومن اجل الرفع من الثقافه الاستهلاكيه حول الاحذيه والملبوسات الجلديه بصفه عامه. تحياتي لكم رضوان سربوت، يحييكم من ورشه سربوت كوير.